كمين أكيد بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، ووصلنا لمحطتنا الثانية بصباحنا. صحيح رشا، مع الانفتاح العلمي والفكري والتقني على العالم وأهمية تواصل اليوم الأطفال السوريين بالمغتربة مع وطنهم لحتى تظل روح الانتماء موجودة، اليوم عم نحكي عن مشروع تربوي جديد حيث أقيمت المدرسة الافتراضية السورية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بالدكتور علي المهوس، عضو اللجنة الاغترابية السورية. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم لجميع مشاهدين يسعد صباحك. طيب صباح الخير. يعني اليوم نحن امام مشروع كثير مهم ومقبلين على الافتتاح مثل ما خبرتنا حضرتك. بدايه خلينا نعرف اكثر كل حدا عم يشوفنا اليوم، شو هي المدرسه الافتراضيه؟ ايمت بلشت الفكره وشو الخطوات الجديده؟ نحن قبل ما نبلش بدنا نقول انه قبل شوي كان ضيفكم عم يعاني من الحداثه في الصحافة، ففقدت الصحافة الورقية وأصبحت الصحافة الآن الإلكترونية. هي مو معاناة أستاذ بقدر ما أنا، هي إنه إحنا اليوم مفروض يضل في زاوية للصحافة الورقية. نحن اليوم عم نستفيد من هذا التقدم الإلكتروني في مجال العلمي. يعني طبعا نحن انطلقنا في المدرسة الافتراضية السورية من مقولة السيد الرئيس لنا في أحد الأيام في أحد اللقاءات مع سيادته، إنه يجب ربط الطفل المغترب السوري في الوطن حتى يحافظ ويبقى محافظا على هويته السورية. فمن هنا يعني حاولنا جاهدين أن نجد أفكار وخطط لتلبية هذه الدعوة وهذه النصيحة التي قدمها السيد الرئيس، فلم نجد أفضل وأجمل من أن تكون هناك مدرسة افتراضية سورية. ما هي المدرسة الافتراضية بشكل عام إذا حبينا نعرفها؟ هي مدرسة سورية تدرس المنهاج السوري كما هو، وتقدم خدماتها للطالب المغترب السوري خارج الوطن. فالتدريس في البلد الأم والمتلقي في بلد الاقتراب. هذا الطالب أو هذا المتلقي في بلد الاقتراب يستطيع خلال دراسته في هذه المدرسة الحصول على شهادة علمية تربوية معتمدة من وزارة التربية السورية، يحق له إن أراد الخروج من المدرسة الافتراضية أو المدرسة الإلكترونية خلنا نسميها بشكل عام والعودة إلى المدارس العامة. طبعا هي تحمل كل صفات المدرسة العادية اللي بنعرفها احنا وياكم. دكتور علي، نحن متعودين على الجامعة الافتراضية السورية، وهي الجامعة بيقدر الطالب يدرس فيها وهو موجود بقلب البلد، ولكن خلينا نأكد على هالنقطات. اليوم الطالب حيكون بالخارج عم يدرس المنهاج السوري، خلينا نحكي عن الفئات العمرية اليوم اللي راح تكون ضمن المدرسة الافتراضية. ممكن يقدر يقدم مثلا شهادة التعليم الأساسي والثانوي ضمن هاي المدرسة؟ بالضبط أستاذة نرمين، بالنسبة الجامعة الافتراضية السورية نحن سباقين في هذا المجال في سوريا، وإحنا كنا أول بلد عربي يصنع جامعة افتراضية يستطيع من خلالها الطالب استكمال دراسته الجامعية. على هذا المبدأ وعلى هذا القرار أنشأنا المدرسة الافتراضية السورية، كما أسميناها مدرسة أوغريت الافتراضية تيمما بحضارة أوغريت العظيمة التي صنعت الأبجدية الأولى للتاريخ. المراحل المستهدفة في هذه المدرسة الآن هي المراحل العمرية الأولى اللي صف الأول والثاني والثالث والرابع. طبعا الوزارة رخصت لكل السنوات الدراسية، لكن نرجع على مبدأ الإنسان عدو ما يجهل، يعني دائما ولي الأمر يخاف ويتحفظ على أشياء جديدة طلعت على الواقع. يعني الآن فممكن يسجل ابنه في الصف الأول في الصف الثاني، ولكن ما أتوقع في حدا راح يجيب ابنه من الصف الثامن ويسجله عنده بالصف التاسع في مدرسة هي جديدة من نوعها، يعني جديدة على السوق. نحن كسوريين كنا دائما سباقين في هذا المجال في هذا العلم. يعني التعليم الافتراضي السوري لم يكن وليد الساعة، يعني هذا كان منذ 2017 لما كان مع الوزير رئيس المنصات التربوية ورئيس تطوير المناهج السورية أنشأت وزارة التربية السورية في 2017 منصة تربوية سورية للتعلم عن بعد، فكان لها السبق. يعني لم يكن هناك أي منصة تربوية تعليمية في كل دول الوطن العربي، لكن سوريا كانت سباقة في هذا الأمر. متى استفادت هذه الدول ومتى استفاد هؤلاء الأشخاص من هذه المنصات؟ عندما دخلت جائحة كورونا، وكما تعلمون أغلقت المدارس وأغلقت البلدان
أصبح الإنسان يعيش في بيته. صحيح. فهنا كان لها أهمية كبرى هذه المنصات وهذه المدارس في أن يتلقى الطالب العلم وأن لا ينقطع عن دراسته أثناء فترة جائحة كورونا اللي مرت في العالم سنتين تقريبا. ممكن هاي الشغلة الإيجابية الوحيدة، كنا بدنا نعرج عن هذا السؤال عن كورونا وقد ايه ممكن تأثر بإنشاء هيك نماذج مدرسية. اليوم أنتوا عربيا، هاي المدرسة عربيا بسوريا فقط، مشاريع لقدام ممكن إذا نجحت الفكرة عنا مثلا وممكن تطبقوها بشكل عالمي؟ يعني الآن أنا دعيني حتى أسميها عالمية أصلا، يعني هي عم تتخطى متى ما كانت عالمية انتهت المحلية تبعيتها إذا تخطت الحدود. إنه تنشئ مراكز لها بدول أخرى مثلاً؟ بالضبط، نحن الآن في صدد إنه يكون عندنا مراكز في دول الخليج العربي، وهي الأماكن التي يتجمع فيها طبعاً المواطن السوري أو المغترب السوري في دول العربية، أكثر شيء هي دول الخليج. لدينا بحدود 22 ألف طالب في دولة الكويت اللي أنا طبعاً جاي من مقتربها، عندنا حوالي 43 ألف طالب في المملكة العربية السعودية. لدينا أيضا طلاب كثر في الإمارات ليس لدي إحصائيات لهم، وكذلك في قطر وفي البحرين. كل هذه البلدان نستطيع أن نوصل الرسالة السورية والتعليم السوري عبر الحدود من خلال هذه المدرسة. خلينا نرجع أكثر دكتور علي، نضوي على فعالية هي المدرسة. اليوم بنعرف نتيجة الحرب السورية قديش في نسبة من السوريين اليوم صاروا بمختلف دول الاغتراب ودول عربية وحتى أجنبية، اليوم قديش ممكن تفيدهم هي الخطوة؟ خلينا نحكي أيضا ممكن تكون أقل تكلفة مادية عليهم من الدراسة بال مثلا مدارس بالخارج، ونعرف انه هي مكلفه الدراسه خارجها. نعم صحيح استاذه، اذا تكلمنا بشكل واضح وشفاف، لدينا في الكويت او في دول الخليج بشكل عام تكلفه دراسه الطالب في المراحل الابتدائيه، طبعا اتكلم عن الابتدائيه الان لا اتكلم عن الاعدادي والثانوي لانها راح تكون اكبر، هي تكلفه عاليه تتجاوز ال $2000 للطالب الواحد. في اسر تمتلك او لديها حوالي 5 أو 6 طلاب، فليس كل مغترب لديه المال، يعني في مغتربين اصلا معترين يعني امورهم منتهيه. فهو قد ياتي بعض الاحيان على بعض اولياء الامور، وهذه طامه كبرى، يتوقف عن تدريس البنات ويستمر في تدريس الاولاد، ويقول انه الولد لا مهم والبنت بدها تروح على بيتها، وهذا خطا شائع كبير، لانه المدرسه هي الام، إن لم تكن الأم متعلمة ومثقفة سيخرج جيل أيضا جاهل يعني. صحيح. فحرصنا أيضا على التكلفة أنها تكون تكلفة في متناول الجميع، يعني في بسعر طالب واحد أو عفوا تكلفة طالب واحد تستطيعين تدريس 4 طلاب في هذه المدرسة. إضافة إلى ذلك الكتب المدرسية، لا يوجد شيء اسمه كتب مدرسية الآن، هي كتب تفاعلية محملة على أجهزة التابات اللي يستخدمونها الطلاب. أيضا المواصلات، وهي معاناة كبيرة في دول الاغتراب، أيضا الذهاب والعودة واطمئنان الأسرة على بنتها أو على طفلها وهو موجود أمام الأم أمام الأب وعم يشوف ويتابعه. هناك تقنية وتكنيكال عالي جدا في هذه المدارس، بحيث أنك ممكن أنت كولية أمر أنك تكوني مشاركة أيضا بالفصل في الحصة إذا حبيتي، لك باسبورد رغم، فتفوتي وتحضري معهم الدرس، بس تكوني يعني بس فقط متابعه، ما تستطيعين المشاركه. نعم. ايضا في حال سالتي عن ابنك والمستوى التعليمي للطفل، فينك تاخذي فولدر فيه كل المشاركات لهذا الطفل والفحص، ويوصلك بسلاسه. المدرسه هي شيء جديد بالنسبه للسوق التعليميه او الواجهة التعليمية، ولكنها قديمة في سوريا، ليست بجديدة، هي قديمة منذ أنشأنا الجامعة الافتراضية الأولى. فدائما وزارة التربية السورية سباقة في إيجاد الحلول من أجل ربط الطالب المغترب بوطنه، يعني وطبعا نحن نشيد بهم بكل الطاقم العامل في وزارة التربية السورية وعلى رأسهم مع الوزير اللي فورا أنشأوا قوانين وقوننوا هذه المدارس وأنشأوا لها شروط والتزامات، بحيث يستطيع كل من أراد أن يقدم هذه الفكرة ولديه القدرة ولديه الجدية أن يحصل على ترخيص أيضا. في نقطة مهمة كمان ذكرت حضرتك، أنه الطالب عم يأخذ المنهج السوري، يعني في حال الأسرة قررت ترجع إلى سوريا فهو بيرجع بكفي نظامي من الصف اللي وقف عنده، فما أنا مضطر كمان يرجع يعادل الشهادة، وهي
طامه كبرى ومشكله بيعانوا كثير. تماما استاذه نمير، هذه نقطه مهمه اضاءت اليها. اليوم الطالب السوري، خلينا نتكلم عن المراحل المتقدمه، يستطيع ان يتقدم بمفاضله هذه المدرسه الى الجامعه السوريه دون ان تنقص له درجه واحده، مثل الطالب السوري الموجود. ايضا الصف التاسع نفس العمليه، اذا حب هذا الطفل او هذا الطالب يعني انتهت فتره اقترابه وعاد الى الوطن، يستطيع ان ياخذ اذا ما حب يكمل في هذه المدرسه، طبعا هو متاح انه يكمل في سوريا عن طريقه، ان ياخذ شهاده انه تشهد له وزاره التربيه انه هو انهى المرحله الفلانيه، ويستطيع ان يتقدم الى المدارس العاديه من خلال هذه المدرسه. هاي كنا بنسال عن موضوع الشهادات اللي بيتم منحها للطلاب، دائما في وثيقه حضور وانه انهى. اليوم انتم قدام مشروع كثير كبير، اليوم وقت بنقول نحن جامعه افتراضيه وكورونا، كثير من الطلاب اليوم هنن مضطرين مثلا انهم يدخلوا بهيئه الجامعه كرمال يكفوا، ولكن نحن اليوم قدام اطفال ومرحله ابتدائيه، دراسيا واقتصاديا يعني انتم عملتوا تشييك انه ممكن يكون في عدد طلاب منيحه بهذا المجال؟ بالضبط استاذ، اليوم كما ذكرنا الرخص المادي للمرحلة التعليمية ان احنا عم نعطي اسعار مخفضة للطالب، فهو مقبل ان شاء الله اليها. ايضا في شغلة مهمة جدا في بلاد الاغتراب، المنهج السوري او الطالب السوري او الجامعي السوري كطبيب مهندس له احترامه، لان نعلم جيدا ويعلم كل العرب ان السوريين لهم خصوصية في التعلم ولهم السبق في كل شيء. فالمنهاج السوري منهاج يعني جميل جدا ومنهاج ثري جدا. ايضا كما قلنا الجامعيين السوريين مقبلين عليهم في دول الخليج او في دول الاقتراب بشكل كبير، هو مفضل لدى الجميع سواء كان طبيب او كان مهندس او كان يعني اي شيء، فهو مطلب لهؤلاء. بالنسبه للشهاده، هي شهاده معتمده راح يحصل عليها هذا الطفل من وزارة التربية السورية. أيضا نحن هنا لا ننسى دور الوزارة في المتابعة، هي لها حقية في الدخول إلى المناهج والدخول إلى الفصول، كما يأتي سابقا المشرفين يتذكروا بيجوا على المدارس المشرف اللغة العربية أو موجه التربية الإسلامية، فبيدخل وبيشوف وبشيء. مناهج خاصة فيكم اليوم؟ هي المناهج نفسها أستاذ، نفس هي المدارس العامة؟ نفس المدارس العامة، ولكن هي كتب محملة فقط بشكل تفاعلي. أيضا يعني شكل تفاعل، يستطيع الطالب من خلال هذا الكتاب أن يلمس أي كلمة معرفة أو كذا، فيستطيع أن يفتح عليها ويقرأها ويشوفها. دائما نحن متعودين بالمدارس الخاصة بيكون لهم في شيء خاص فيهم، حتى لو أنه هم مع وزارة التربية بالمنهاج العام، ولكن دائما عندهم خصوصية إن كان باللغات وإن كان بمناحي ثانية، فلهيك عم نسألك نفس المنهاج لليوم. بالضبط، هو المنهاج ثابت كما قلنا، ولكن التنوع الآخر يعني إذا كان هذا التنوع في المدارس الخاصة العادية اللي هي خلينا نقول اللي هي النموذجية يعني ثري، ففي المدارس الافتراضية راح يكون أكثر ثراء، فأنت من خلال المعلومة الإلكترونية تستطيع أن تصنعي أشياء كثيرة، مختبرات افتراضية، تستطيع أن تصنعي ورش عمل ومناهج تطوير وأشياء كثيرة أيضا. طيب خلينا نسأل أيضا عن الكوادر التدريسية اللي راح تكون، هاي الفكرة نحن عم نقول أقيمت يعني عم نحضرها ولكن ما أطلقت بشكل رسمي، كمان أيمت ممكن يتم هذا الشيء؟ إن شاء الله الانطلاق، إحنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يعني عم سابق الزمن لننطلق مع العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى 23-24 إن شاء الله 22-23. بالنسبة للكوادر التعليمية، طبعا هي كوادر منتقاة من قبلنا ولكن تأخذ موافقة وزارة التربية السورية عليها، يعني أنا الوزارة لا تفرض علينا أحد ولكن تستطيع أن يعني تستبعد أي من تريد. يعني اليوم قد ايه دور الإعلام مهم؟ اليوم قد ايه دور الإعلانات أو الدعاء لكم حيكون مهم، إن كان بالسوشيال ميديا وإن كان بالطرق وإن كان الإعلانات الطرقية وإن كان حتى عن طريق الشاشة، عملتوا حملة إعلامية وإعلانية لهي القصة؟ والله ان شاء الله نحن يعني عم نعلن عن يعني مو اعلان كما يعتقد البعض هو الاعلان لسلعه تعريف معينه. انا بدي اعرف العالم يعني. بالضبط، هي فكره جديده، فكما قلنا في الانسان عدو ما يجهل، فلازم نعرف هذه الفكره ونظهرها على العلن ونشرح لاولياء الامور ما هي هذه المدرسه، حتى يستطيع هو تكوين فكره معينه، ومن ثم هل يستطيع أن يسجل ابنه؟ هل هذه المدرسة تستطيع أن تحتوي هذا الطفل وتحقق رغباته في الحصول على التعلم مثلا؟ يعني هذه معاناتنا كانت من هذا الاتجاه بالنسبة للإعلام.
نتمنى تكون هاي المعاناة مؤقتة مثل ما بيقولوا، ويكون خطوة كتير حلوة. طبعا نحن هلأ رح نكون بمتابعة عبر شاشنا وعبر صباحنا غير لافتتاح مركز هاتف الزبداني مع زميلتنا سراب الهواي اللي موجودة ضمن الزبداني، عم نشوف نافذة ضمن شاشنا للخطوات اللي عم تكون ضمن الزبداني بافتتاح اليوم مركز الهاتف. اليوم دائما نحن نسعى لموضوع التطوير والإجراءات. خطوة مهمة رشا اليوم لما نحكي عن إعادة الخدمات اليوم مو بس للمحافظات السورية أيضا للأرياف، يعني كثير من المراكز كانت تعرضت للتخريب، في كثير مراكز جديدة كمان عم يتم افتتاحها اليوم، احنا بحاجة لهي البنية التحتية. مثل ما كنا مع الدكتور، يعني اليوم انتم خطوة بالتطوير، كمان يوم احنا بلدنا بحاجة للتطوير على جميع بجميع الاتجاهات، فكتير نحن حابين نشوف نتائج حلوة منكم على الأرض، وحابين نشوف اليوم انه انتم عن جد الهدف اللي كرماله أنشأته هي المدرسة وصلتوا له. والله يا أستاذة طبعا دائما الإنسان السوري كالطائر حدد، يعني دائما يخرج من تحت الرماد، يعني لما يصير في مثل هيك تقنيات وهيك امكانيات سوريه في ظل حصار مطبق حصار جائر على المواطن السوري قبل ما يكون على الدوله السوريه، فهذا انجاز عظيم للمواطن السوري، عظيم للدوله السوريه، عظيم للافكار السوريه اللي عم تتحول وتتحدى الواقع لان توصل الفكر السوري وان توصل الهويه السوريه للطفل المقترب في بلاد الاقتراب. يعني اليوم إن لم نوصل هذه الهوية ونعزز هوية هذا الطفل وهذا الطالب السوري في بلاد الاقتراب سوف يصبح لقمة سائقة في يد الأعداء الذين يروجون للعكس في سوريا. فنحن اليوم لدينا رسالتين، رسالة تربوية ورسالة وطنية من خلال مدرستنا، مدرسة أوغاريت الافتراضية، نود أن نوصلها للمقترب بكل السبل وبكل الوسائل حتى نستطيع أن نثبت هويته السورية وأيضا أن نعطيه جرعة تعليمية كما هو في الوطن. نعم. بأي مشروع اليوم في صعوبات ممكن تواجهنا، في تحديات، في مخاطر بنكون حاطينها، في إجراءات، في توقعات، في إجراء، في إجراء. خلينا نحكي والله عنه. للأمانة أنا أتكلم بشفافية وأنا يعني ما لي مصلحة بشيء، لكن والله ما الوزير التربية كان جدا رجل متفهم، ونوجه له التحية مرة أخرى ونقول له الحمد لله على السلامة مع الدكتور دانم طباع. صراحة رجل كان متفهم جدا وكان منطلق ومتعاون. أيضا نوجه تحية كبيرة لمحافظ دمشق الجديد دكتور مهندس كريشاتي، طارق كريشاتي، صراحة الرجل عفوا يعني رفع السماعة وهو جاي من محافظة حماة، كان مرخص مدرسة أيضا، فقال لا أريد تعقيدات، أريد هذا الأمر أن يمشي. هاي نقطة، هاي أهم يعني شيء، هذا شيء جميل لدى المسؤول السوري. يعني يعني أنا شو بدي، أنا كمغترب وعندي مشروع ووجدت هذه التسهيلات طبعا فورا راح أنطلق فيه. شكرا أستاذ لحضورك اليوم، ناطرين نتائج حلوة إن شاء الله، نكون لنا لقاء ونعلن لكم النتائج إن شاء الله يا رب. الدكتور علي المهوس عضو اللجنة الاقترابية السورية، شكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا بنات، يعطيكم العافية.